منطقة هينن سميت نسبة إلى الاسم أو الاسم الوادي التي تقع فيه، وهو وادي هينن الكبير الذي يصب في وادي حضرموت الكبير. أكثرها معتمدة على الزراعة وعلى الفلاحة، بالإضافة إلى ناس حرفيين ثانيين فيها. هينن لها موقع استراتيجي هام. تقع أولا في المنطقة الشمالية من وادي الكسر، ومنطقة هينن عبارة عن أو مدينة هينن عبارة عن عاصمة روحانية منذ أقدم العصور. هي أحد المناطق أو أحد الأحياء الكبيرة في مديرية القطن، أو المناطق التي شكلت مديرية القطن والتي وجبها أو عليها سميت القطن نسبة لهذه المناطق أو هؤلاء القبائل التي كانت تسكن المناطق حول مديرية القطن، فمنها هينن إحدى المناطق التي تكون منها القطن أو قطون القطن التي نسبت إليها مديرية القطن. منطقة هينن منطقة قديمة وعريقة، لها تاريخ عريق وقديم، توجد فيها من الآثار العديد، كانوا فيها العديد من الدول والسلاطين، فمنهم من نزح ومنهم من بقي، إلا أن الآثار لا زالت محتفظة إلى يومنا هذا، ومنها من دمر كالمساجد القديمة دمرت يعني وعمرت من جديد. فهي عبارة عن ما قالوا أجدانا عن حوطة، فهينن كل من يدخل إلى هينن فهو آمن، فيعني أي مشاكل تحدث ما بين أي ناس فلما يلتجي إلى هينن فهو في أمن وأمان وفي حماية سكان أهل هينن لهم من المشايخ آل سحاق. فطبعا ودورهم يتم اللي هو الصلح والصلاح بين قبائل المنطقة. استعقبتها عدة قبائل قديمة على مستوى وادي حضرموت، هي من ضمن المناطق اللي استوت، وهي قبيلة كندة. قبيلة كندة سكنت في هذه المنطقة، وكانت من ضمن هذه قبيلة كندة فخايل، قبيلة تجيب وقبيلة بنو سهل وقبيلة بدأ. قبيلة تجيب الذي قال عنهم الرسول أما تجيبا فقد يعني أسلموا بالله معلم يعني لله فورا يعني ما بدون اي احداث اي مشاكل ولا حروب ولا مقاومات، وهذه ترجع الى كندة، من كندة تجيب. في دويلات كثيره تعاقبت عليهن، لكن بالضبط يعني ما هناك مثلا من أسعف نحن من القدامى ولا الكتب اللي وجدنا تحكي من هي أول دولة، وإنما اللي بنعرفه الدويلة الكثيري اللي هو أبو بدر أبو طويرق من اللي حكمه، وآخر من حكم الدولة القعيطية، ثم جاء الاستقلال في 67. فالدولة القعيطية اللي هو كانت عامة لوادي حضرموت وواديه وساحله. طبعا هينن تبعد عن مديرية القطن بحوالي 15 كيلومتر، وتبعد عن مدينة سيئون بحوالي 60 كيلومتر. هي طبعا منطقة بترامية الأطراف توجد بها الكثير والعديد من القبائل والمحيطة بها، وكذلك بعض من بطون الأودية في تلك المنطقة. منطقة دفاعية تنطلق منها قلت لك يعني
كان ينزل منها بحدود 400 خيال اللي يحملون السلاح هذول في زمان القرون الغابرة هذه، كان ينزل منها يعني كثير من القبائل هذه اللي يحملون السيف بحدود 400 خيال ينزل منها. وذكرنا مرة الحاج صالح باقيس هكذا قال منطقة هين جينا نزورها في زيارة كذا في القطن، وسأل من الأخوان هذول، قلنا والله إحنا من هين، قالوا نعم بهين منطقة تاريخية الأثرية، وهين عيالي كانوا ينزل منها تقريبا 500 خيال اللي يحملوا السيف، ما بالك بالعجزة والنساء والأطفال، يعني هين طبعا من التاريخ القديم. وهينن لها موقع استراتيجي هام، وهينن مدينة تاريخية، وأيضا تجود بكثير من المدارس، فتوجد بها أكثر من مدرسة سابقا اللي هو مدرسة ما مخرمة، مدرسة الشواف، مدرسة الإسحاق، ومدرسة أقيمها بن مرتع، يعني العلم كان سابقا منذ أقدم العصور. ولا ننسى أنه هينن فيها أول رباط في وادي حضرموت وقيم في هينن قبل الرباط المصطفى في مدينة تنيم. منطقة هينن سميت نسبة إلى الاسم أو الاسم الوادي التي تقع فيه، وهو وادي هينن الكبير الذي يصب في وادي حضرموت الكبير. طبعا منطقة هينن كما قال بعض المؤرخون أنها تقع ضمن منطقة الكسر، وهي المنطقة الواقعة ما بين الهجرين ومديرية القطن، وسميت بالكسر لأن مياه السيول كانت تنكسر أو تنحدر بصورة أخف جريان أثناء جريان السيول في النجوم أو الأزمنة أو الأوقات الممطرة. الحاجة اللي تعجبك في أصحابه أنه عبارة عن أسرة متكاملة، لا فرق بين كبير وصغير. حقيقة كانوا هناك أسياد المنطقة ومشايخ المنطقة الإسحاق، لكن لا يفرقوا ما بين العامل والفلاح والشيخ والسيد، فكانوا كلهم سواسية، فينصفوا المظلوم من الظالم. والله المهن كثيرة فيهم، من الحرفيين هذولا فيهم زارعين الفلاحين، أكثرها معتمدة على الزراعة وعلى الفلاحة، بالإضافة إلى ناس حرفيين ثانيين فيها. وأكثرهم مغتربين في السعودية، وفيها فئات تجارية كذا، بس تجارة وعمال في البناء وفي يملكون نشرة مواشي، وهذا معتمدين عليها. هي طبعا هينن مثل ما قسمها أو حدد أقسامها أو أجزائها بعض المؤرخون، قسمت إلى عدة نواحي، أولها البلاد، وهذا اسم البلاد هي المنطقة الأقدم في منطقة هينن، وهذا على قول العديد من كبار السن. ثم تأتي المنطقة الأخرى أو الجزء الآخر، وهو الحزم، وهو الذي أسسه أحد القبائل الموجودين في منطقة هينن من آل سحاق، وهو شيبان بن محمد، وهي تقع في جنوب هينن، وهي منطقة زراعية. كل من قطن في هذا الجزء وهو في هذا الجزء مرتبط ارتباط مباشر بعملية الزراعة. هذه أول من سكنها قلنا كندة. كندة لأنها سكنت وادي حضرموت كله، ما سكنت هينن بس.
سكنت وادي حضرموت كله خاصه دمون في ترين وفي سهون، هذه المناطق الحديثه دي والهجران العجلانيه، هذه مناطق قديمه، هذه سكنتها قبيله كندم عليه، وكندم فرع قبائل بعدين بني هلال سكنوا هنا في المناطق هذه، ابو زيد الهلالي. بني هلال كانوا من اللي سكنوا هينن ونزعوا منها، وفي اوقات جد يعني كانت انعم الله عليهم بالامطار والسيول والخيرات، وبعدين امحلت عليهم البلاد فتره طويله من الزمن، معاشي امطار جت، ومن الغرور اللي في بني هلال الكبرياء حقهم يعني اصروا انهم يشدوا منها اللقد هام حجبه، دخلنا وهي بخيراتها ونخرج منها بخيراتها، ولكنها ما عاد تصل للسكن لان تبطي الامطار ما في يجي. وفعلا لما احجفت الارض بالخيرات بالسبول هذا شدوا منها. وكان فيه واحد منهم وهو مار بجت الغدر، دخلت سبوله بين شكيمه الخيل والجام حقه، ومن قوتها وكبر يعني السبول هذا نسفت الخيل، هفها بالسيف وقال غر غيري يا قهول، يعني انا قلت لها متاكد وداري انها تعطي سنه وتقعد سنين ثانيه ماشيه. نعم انهينا سكنها سابقا الكثير من القبائل ذات الأهمية والقيمة التاريخية والاجتماعية، واليوم أيضا لا زالت تسكنها الكثير من القبائل ذات القيمة الاجتماعية وأيضا الاجتماعية الكبيرة، وأهل الفكر والإبداع وحفاظ كتاب الله. نعم إنها منطقة يشار لها بالبنان في مديرية القطن. ندعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. أبرز معالم هينن هو حصن النيجر أو ما يسمى بالمنيصورة أو حسب ما يسميه البعض من كبار السن والعراف في المنطقة المنيصورة، ولكن عندنا بالنسبة تاريخيا هو النيجر، وهو الحصن الذي كان لقبيلة كندة، وهو التي حاصر صحابة رسول الله في حرب الردة في سنة 11 هجرية، حاصرت قبيلة كندة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تم حاصرة هذا الحصن وهو معلم تاريخي شاهد للأعيان. المعلم التاريخي الثاني وهو معلم القبة، والذي دفن فيه المنصب صالح بن شيبان بن إسحاق، وهي هذه تقع أو هذا المنطقة أو المعلم القبة يقع في الجزء اللي حددناه بالحزم. وفي مساجد قديمة، مسجد الجامع داخل، مسجد بامخرمة تاريخه يمكن 400 سنة أو شيء، مسجد عامرية هذا، مسجد السيد أحمد داخل لكنهم دقوه بيقول مدرسة أو شيء، مسجد عقيدة هنا في الوسط، مسجد الطويل هناك، هذا في المنطقة دي خلنا احنا تحت. طيب من ضمن الآثار نسمع أن فيها غرف منحوتة في الجبال، وهي في المنطقة يسمونها فريش باتجاه عرض الحويل،
في الجبل. شهدت مدينة هينن التاريخية حراكا فكريا وروحانيا وثقافيا، أسهم فيه الكثير من الشيوخ أو شيوخ الفكر، من بينهم عبد الرحمن بهرمز الشبامي، وأيضا الملقب بالأخضر والمدفون أيضا دفن في منطقة هينن، وكذلك تربى فيها وترعرع فيها الشيخ الشاعر سالم الشواف، والذي ألف ديوان أو صاحب ديوان قصعة العسل. أيضا لا ننسى أنه منطقة هينن خرج منها كثير من العلماء، بامخرمة، الشواف أيضا، وعملوا مدارس فيها كثيرة، والجيلاني. وأيضا لا ننسى أنه آخر من تتلمذ على يد الإسحاق ويعتبرون أخواله الإسحاق علي بن حسن العطاس، صاحب المشهد، صاحب زيارة المشهد، فهذا تتلمذ في هينن ودرس الفقه وأصول الدين الإسلامي. وأيضاً كل ما يدرس كان اللي هو عبارة عن فقه وعبادات وأصول الدين الإسلامي، ما في لا رياضيات ولا جغرافيا ولا تاريخ، كان أهم حاجة الإنسان يعرف أصول الدين الإسلامي الحنيف. إنما أنا قلت في بداية الحديث عبارة عن عاصمة روحانية، لا كلمة روحانية لأنه يسكنها العلماء، وهي عبارة عن إشعاع ديني منذ أقدم العصور. أيضا لا تنسى أن بها أكثر من حوالي 12 مسجد، فهي عبارة عن عاصمة دينية روحانية في منطقة الكسر فقط. فأيضا يأتي إليها كثير من العلماء لتلقي العلم وللدراسة، وزي ما أشرت في البداية اللي هو آخر من تعلم عليها والتلمذ عليها واللي هو علي بن حسن العطاس صاحب زيارة المشهد. أقول أنه في نهاية القرن الثالث الميلادي شهدت منطقة الكسر أو منطقة الكسر اللي أسلفت ذكرها، هذه المنطقة شهدت معارك عسكرية وحروب ضانية في عهد أو التي تبناها الملك السبئي سعرم أوتر وذو ريدان. دمرت هذه الحروب منطقة كاملة تسمى بمدينة أو بمدينة كاملة، وليست منطقة، بمدينة كاملة كانت تسمى صوران. طبعا هذه اندثرت تماما ولم يعد يطلق عليها إلا على اسم المسيال أو مسيال أو بعض الـ ممكن نقول عليها مآثر أو بقايا من بيوت أو قديمة تسمى بصوران إلى يومنا هذا. حروب مع الكثيري، صراعات قبلية وصراعات مع الغزاة اللي يجون من الناحية القبلية، كانت تدور حروب في المناطق هذه المقدمة لي، في المناطق المفتوحة هذه ما بين قعوضة وهينة، هذه المساحة ما بين قعوضة وهينة كانت مفتوحة للغزاة اللي يجون من الناحية الغربية، يجونك من نجد، كانت أول في المناطق الصحارية هذه نجد، وده السعودية هذه الحين سعودية يقولون لها نجد هذه، وكانت المناطق الشمالية قدام مار وذا هذه مناطق كانت تبع الحكام الأئمة الزود الشماليين، غزوا وادي حضرموت عدة مرات. هينن وتاريخها في الفتوحات الإسلامية، طبعا لا شك أن هناك كثير من القبائل من ذهبت بنفسها كي تشارك في الفتوحات الإسلامية مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكثير من هاجر إلى المغرب العربي وأيضا بلاد المشرق وأيضا إلى فلسطين، حتى قيل أن من بقوا في فلسطين كان لهم مكان يسمى في فلسطين بهينن، إلى أن قيل أنه حرف هينن إلى حنين، وهو
على قول كثير من المؤرخين أن بالفعل حنين هي تدرج في الاسم أو تحول في الاسم حتى أصبحت تسمى بهذا الاسم حنين، وهي نسبة إلى منطقة هينن التاريخية في حضرموت. علما بأن مدينة هينن أول مواصلات دخلت فيها بواسطة التاجر بن مرتع، أول سيارة دخلت في وادي حضرموت بعد تريم في مدينة هينن. أيضا لا ننسى أنه أول مضخة زراعية في وادي حضرموت أقيمت في مدينة هينن، اللي هو جابها من أندونيسيا التاجر بن مرتع. وأيضا الكهرباء، أول ما أنارت بالنسبة للكسر مدينة هينن أنيرت الكهرباء اللي جابها التاجر بن مرتع. أيضا يوجد تجار هناك آخرين إلى جانب بن مرتع اللي هو بوبسيط وابن سنكر، فهذولا من أثرياء المنطقة. طبعا منطقة هينن تقع على كانت سابقا على أهم الخطوط التجارية، وهو خط اللبان أو ما يسمى بخط تجارة اللبان، لذلك أعطيت أهمية كبيرة في تلك المرحلة، وكان بالفعل يرتادها الكثير من بني البشر، سواء كانوا في التجارة العامة أو في الزراعة أو في الجوانب الاقتصادية الأخرى، وإن كانت ذو بساطة. فعاليات إلا أنها تقلصت، تعرف ولا كانت زمان فيها فعاليات خاصة أيام من الأعياد تكون هناك فيها، بالنسبة لمنطقتنا وناحيتنا هنا كأسحاق يسوون حفة أو برعة يسمونها برعة العقيل. أيوة، كانت في أيام الأعياد يتجمعون الناس بالنسبة للعيد الهان الزينة، بعد يطلعون المسجد يصلون صلاة الزينة يتجهون مثلاً للبلاد، يتجهون إلى منطقة يسمى الطويل، مسجد طويل يجمعون فيه هناك، تقوم البرعات يعني الهزيز بينهم، وبعدين يروحون يعودون بعضهم البعض. ثاني يوم يقام في الحزم عواد الشيخ، يسمونه عواد الشيخ سابقا، هذا تلتف له كل الناس يجون ويخرجوا جماعتنا الاسحاق من البلاد اهل العويره وهذولا، ويفقعون الطاسه متوجهين الى الحزم. عند وصولهم يتوجهوا الى دار المنصب عند والدي الله يغفر له ويرحمه، ويؤدوا له تحيه العيد ويباركون له بالعيد، وتدار بينهم اقداح الشاهي والقهوه، وبعدها يكون قرب وقت أذان الظهر، فيتوجه الجميع إلى مسجد شيبان الواقع بالحزم، ويؤدوا جميعا صلاة الظهر، ثم يتفرقوا كلنا إلى بيته. في الزواجات هذه يتجمعون الناس، يعني حراوة تأخذ العرس 4 أيام تقريبا، من ليلة الحنة ومن بعدها كذلك، يعني على الإبل، يعني يروحون من المنطقة مثلاً أهل العروس في مكان آخر، يروحون مجموعة من الحراوة يقول لهم إلى هناك، ويجيبون المحملة على الأركاب. الآن طمست هذه العادات الجميلة، فنحن نناشد سكان المنطقة والشباب المثقفين والحريصين على العادات والتقاليد، بأنه هذا العادات الحميدة التي لا تضر ديننا ولا عاداتنا، يجب أن نحن نحييها من جديد، لأنه تراث، ويجب أن نحافظ على تراثنا زي ما نحافظ على أولادنا.